سبونسور ضعاف شويه يعني. احنا السبونسور الاساس تاعنا هو كوندور وجيون والنجمه لحد الان هما كاينين وبليس الاعانه تاع الولايه والبلديه. ما تشوف باللي هاد المصاريف ما يقدروش يغطيو ما يغطوش من المصاريف هذه كلها. لازم مصادر اخرى ولازم شركه وطنيه اللي تعاون دعم الفريق من الناحيه الماليه. الإجراءات اللي اتخذتها الشركة الإدارة، وشنو هي الإجراءات اللي اتخذتها الإدارة باش ترجعوا تما إيليبور فوريجي يلعب على الأدوار الأولى ولا يلعب على الألقاب، وشنو هي الإجراءات اللي اتخذتها مجلس الإدارة الحال هي المانتيا كما نقولوا باش يستابيليزا الإدارة ومن بعد العام الجاي كما فيها هدف واحد آخر نترسيو هدف واحد آخر جديد. سنان لعبوا غير على المانتيا برك ان شاء الله. لحد الان بعد مرور 8 جولات او 9 جولات كيفاش راكم تشوفوا الفريق؟ اداء الفريق ربما كيفاش راكم تشوفوا فيها بالنسبه لكم انتم كاداره؟ اداء الفريق بدا ديبيتون لي برومي ماتش بدا مليح ومن بعد بدا يضعف بدا الفريق يدهور. احنا اتخذت الاداره اجراءات ان حبسنا المدرب وعاودنا جبنا مدرب جديد اللي اعطت نفس الثقه كما يعطى الثقه في اللاعبين ويعطي السوف الجديد ان شاء الله يكملوا بهم مليح ان شاء الله. تشوفوا باللي انه وشنو هي الحاجه اللي خلاتكم تتصلوا بمدرب الكوكي؟ هل عندكم ثقه فيه ام انه تشوفوا مسيرته؟ وشنو هي الحاجه اللي خلاتكم تفكروا في مدرب اجنبي ربما؟ احنا فكرنا احنا شفنا هنا قبل للمدربين لوكال احنا ما لقيناش اللي نحوسوا عليهم كما بو علي ولا كانوا مشغولين يعني بو علي سارتان هكذا ما عيطنا لهم كانوا مشغولين ولا عندهم الحاجات تاعهم. احنا ولينا فكرنا في المدرب الاجنبي. المدرب الاجنبي احنا هربنا ديريكتوم لمدرب عربي اجنبي عربي. احنا الاداره اتفقت على المدرب كما نقولوا واحد يكون نور افريكا شمال افريقيا يقدر يكون الانسجام برسك ما يكونش فرق ما بين البطوله الاوروبيه والبطوله الافريقيه يكون كيف كيف. على حسب امكانياتكم الماديه وحسب الامكانيات البشريه عندكم دوكا وشنو هل انتم في فتره الميركاتو حابين ديروا تدعيمات ولا تشوفوا حسب دراسه تاع جائزه مرحله الذهب؟ هل تشوفوا بلي كاين لي بوست ناقصين حابين تدعموا شويه لي جوار؟ عندكم تما فكره باش لي جوار اللي تستخدموهم؟ عندنا فكره بصح ما نقدرش نقول لك عليها. عندنا الفكره لي بوست يخصونا في ليكيب اللي مخصوصين في يعني في ليكيب يعني دوك حاليا بس احنا نستناو احنا حتى الميركاتو ان شاء الله. تسمى كون قرين باش ديروا تدعيمات؟ نعم قرين. شيخ سؤال تسمى ما قبل الاخير باش يكونوا الانصار على بالهم نحطوهم في الصوره. الهدف تاع اهلي البرج بوريج بالنسبه لكم كاداره تاع هذا الموسم شنو هو الهدف؟ الهدف هو البقاء مشرف. بقاء مشرف يعني بلا بريسيون بلا هذه. لحد الان ثم البقاء في بقاء مش بدون بريسيون بدون ضغط هذه نحوسوا عليها. احنا نستناو العام الجاي طموحات اخرى مادام ان شاء الله نقدرنا ربي ولحقنا نحقوا البقاء بقاء مشرف والعام الجاي تكون طموحات اخرى اون بليس ان شاء الله. سؤال اخر شيخ متاش نشوفوا فريق اهلي بورت بوريج يلعب على الالقاب يلعب على المراتب الاولى؟ شحال اللي يقدر الانصار يصبروا باش يشوفوا فريقهم في مقدمه التقييم؟ هذا باش يشوفوا الانصار. احنا نقول لك كلمه يعني مليحه. احنا كي تشوف شركه جاتنا اطمح بلي نلعبوا على الادوار الاولى خاطرش ما كاش فرق ما بيناتنا ما بين لي كلوب اللي عندهم شركات هكا حتى فرق. تشوف لازم الدعم المالي يدعموكم الشركات تقدروا الدعم المالي في كلش وي مشكل اموال مشكل اموال نعم. شيخ تما كلمة أخيرة ربما اللي توجهها الأنصار بورج بوريج اللي هم مقلقين على ليكيب تاعهم هم حابين يعاودوا يشوفوها الفوقة، واش تقدر تقول كلمة أخيرة للأنصار؟ واش نقول لهم؟ نقول لهم إن شاء الله العام الجاي تكون طموحات ما خير من العام اللي أنا، العام هذا الحالي تكون إن شاء الله طموحات ما خير. كل عام احنا رانا نتحسنوا وإن شاء الله العام الجاي تكون ما خير. كل التوفيق والاستمرارية لإدارة أهلي برج بوريج. الآن راح نعود نولوا إلى المدرجات وراح نشوفوا ركن الحل مع المناصر، لكن قبل ما نروحوا لركن الحل مع المناصر بيودنا أنه بواحد الظاهرة في المدرجات الجزائرية أنه رغم البرد
ورغم نقولوا الظروف الطبيعيه الصعبه وايضا الظروف اللي ماشي متوفره في الملاعب الجزائريه، لانه المناصر لما ياتي للملعب ما كان لا دوره المياه حسكم الله لا ماكولات لا والو، ورغم ذلك انه يعمر الملعب تاعو ويكون دائما وراء الفريق تاعو. تحيه ايضا لانصار المنتخب الوطني اللي عطاو مثال في حبهم لبلادهم وفي حبهم للفريق تاعهم من 6 تاع الصباح حتى ل 7 تاع العشيه في مدرجات ملعب بشاكر في غياب ادنى الظروف، ومع ذلك كانوا بحق اللاعب رقم 12. وتحيه لهم ايضا، نقولوا الفضل الكبير في وصول المنتخب الوطني راح يعود لكم انتم اللي شجعتوه خارج الوطن وفي ملعب الشاكر. اذا ما نطولوش عليكم، راح نروحوا الى مدينه البرج مره واحده اخرى اللي فيها برد كبير 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 نقولوا، ومع ركن الحل مع المناصر في هذا الدقيق. الحلول لازم الازمه تنحى تاع لي جوار هذه يسلكوهم. وبك الحمد لله رانا جبنا هذا الانترينور كوكي، راه اليوم نشوفوا العمل تاعو كيف يبدا. الحلول خليوه انترينور واحد لاش تا يخسروا والله هذاك، خليوه يخدم مع الوقت هاي تولي ليكيب مليحه. خليوه يدوم كيما دار عمراني في الشلف قعد 4 سنين ولاو يلعبوا شامبيون. خليونا انترينور واحد برك، خليوه انترينور واحد بغى يقعد 10 سنين يطيحنا معليش، من بعد يعاود يحكم لي جوار ويعرفوا راه وراه الاخطاء وراه. اذا نقول لينا برك، شوفوا لينا برك، يشوفوا لينا برك الوجوه هنا والتعب لنا فيه والبرد لنا فيه وهذا كامل هذا يسر عليهم. شكل لازم تبدلوا لنا ليكيب، تقلبوا لنا ليكيب تاع بكري تاع حشود بيطام تكون ساعة ويزاهيونا، لازم اليوم يزاهيونا. يخليهم يخدموا هذا مكان برك، الناس اللي راهم حاكمين ليكيب يخليهم يخدموا. وان شاء الله رانا مع الخمسه الاولين نلعبوا مع الخمسه الاولين. احنا انا نجيو كل ماتش نجيو نساندوهم، راك تشوف البرد راك نجيو نروحوا معاهم، وين يروحوا نروحوا معاهم. الحل واش لازم يديروا؟ الحل يديروا القلب، الكوميتي تاعنا يوقفوا فيها رجال برك. مسيرين لازم يوقفوا فيها رجال. خاطر هذه البرج راهي كيف قديمه بزاف وماتوا عليها قدان واحد. إدارة لازم، حنا خاصنا رجال أخويا في البرج، خاصنا واحد اللي يوقف مع ليكيب هذه، خاصنا واحد راجل يوقف مع ليكيب هذه، ما خاصنا والو، خاصنا ولاد البرج يلعبوها منا. شوف مع الانترينور هذا إن شاء الله تصدق له برك، باسكو ما كاينش ميم درك في الميركاتو ولا عندنا لي تروا ماتش هذو، ونسبير إن شاء الله يربحوهم، يديروا لنا ريزولتا، نقدروا نخموا قدام، سينو إلا ما جابوش لي تروا ماتش هذو، لازم الميركاتو ريكريتو. هذا بينا يتولوا للفريق هذا أقرب وقت. أقرب أجل خير من الناس اللي يحبوا الفريق هذا، سواء من الأنصار سواء من الإدارة سواء من الناس اللي تحب الفريق هذا اللي غيروا على الفريق هذا. حلو لازم استقرار، استقرار في الفريق، لازم استقرار اللاعبين المدرب الطاقم الفني الطاقم الإداري لازم الاستقرار، لازم يكونوا كما نقولوا احنا منضبطين باكو، يكون الإدارة تكون يعني قائمة، وتايلي الجوار عندنا اللي كيفاهم جابوا لونطين هذا الكوكي هذا يعني مليح يعني كلش كون يعاونوه برك، وان شاء الله نكون البرج ما كانتش هكذا، ما كانتش هكذا البرج كانت مليحه وكانت يعني في احسن رواق. المشاكل تاع الفريق البرج اللي ما قدرتش البرج مش تكون، خصنا التكوين ولازم يكونوا من الفئات الصغرى ويجيو طالعين، كانوا ولاد البرج الكل يلعبوا، وعندنا اللي جوار هنا ما شاء الله، وكما كان حاكم فريد طبيخي ما شاء الله، وفريد جبد روحه هو اللي يغدر للبالو هنا ويعرف البالو، واش نطلبوا من الاداره هذه تكون. الحل خويا لازم يتحدوا ولاد البرج الكل، نتحدوا فينا بينا كيما نقولوا ولاد البرج يتحدوا، وعندنا المال البرج هنا ما يخصناش، احنا مشكلة في الاداره برك، هذا ما كان خويا انا بيان سور مشاكل الاداره، وما نزيدوش ثاني لي سيليكسيون تاع لي جوار برك، حنا عندنا ذاك اونترينور يجيب اونترينور، دينا دي شونجمون مش هما كيما حنا نقولوا هكذا، حنا ان شاء الله نتمناو برك اونترينور يكون باهي، يجي ان شاء الله يكون عندنا اداره ان شاء الله وتسير بربيع، خاطرش حنا دي جوار باهيين، وكيما راك تشوف عندنا دي سيبورتر ما كانش كيفا ولا ما كان، حنا دي سيبورتر حنا الاولين بربي ان شاء الله، ان شاء الله نتعاونوا ويد واحده كيما قال صاحبي. لا خويا شنو نطلبوا ان شاء الله يحكمها واحد من مدينه برج بوعراريج، هذه هي الرئيس تاعنا من مدينه برجوايا وفي سيابي. مشاكل في الاداره، نتمنى رئيس فريق يكون من مدينه برج بوعراريج، وفريق اللي يلعب على الالقاب وليس يلعب من اجل البقاء، وحنا عندنا مدينه فيها الانصار، عندنا الانصار عندنا الاداره عندنا المال عندنا كلش.
كما تبعتوا معنا ما طلبوا والو، ديروا لهم ايكيب مليحه تلعب بالادوار الاولى، وايضا نتوما اللاعبين متعوهم فوق ارضيه الميدان من خلال كما قالوا تشمخوا تريكو وتمدوا كامل واش عندكم في خطر هذا الفريق وايضا في خطر الانصار. نتمنى ان شاء الله انه المطالب تاعكم لحقت للاداره، وان شاء الله راح نشوفوا فريق اهلي البرج لما لا يلعب الادوار الاولى بدايه من المواسم القادمه، ولا لما لا في الميركاتو الشتوي. حظ موفق لفريق اهلي برج بحريري. الان كما عودناكم في كل مره في كل فريق عندنا من بين مجموعه الانصار اللي يتمتع بها دائما كاين مناصر منه خاصه هو اللي دائما اللي حنخصوا له بورتري في برنامجكم من المدرجات. هذه المره راح تشوفوا مناصر اكيد انه منه خاص، عمره 75 سنه عمره حياته كاع وهو مع فريق اهلي برج بحريري. عمي بشير تصوروا انه حتى في البقاع المقدسه لما ادى مناسك الحج ارتدى اللون الاصفر. ما نهضر لكمش بزاف، ما نخليكم تكتشفوه في هذا البورتري على بالي.